البنات السلام عليكم، كيف درتم مع العيا ديال الكوزينه والعيا ديال الشهيوات؟ الله يقوي علينا الخير وعلينا العيين. زعما فعلا ديس كانت اكفيزا. ايوا اش غندير، الحمد لله على كل حال. اليوم نقدم لكم واحد الحلوه كتجي غزاله، كتجي كتحمق رائعه بزاف، مختلفه على كاع الحلويات اللي كنشوفوا. هي حلوه بارده بلا فران، ولكن مختلفه بزاف، بعيد على هادشي ديال البسكوي وهذا وهذا، فمختلفة تماما، كتجي غزالة رائعة رائعة بزاف في المذاق، وغير من الطريقة ديالها غتعرفوا بأنها غادي تجي بنينة وتجي الشكل ديالها أنيقة بزاف. منطولش عليكم، نخليكم مع المقادير والطريقة ديالها باش تكتشفوها. إذا بالنسبة للمقادير ديال هاد الحلوة، غادي نحتاجو 150 غرام ديال اللوز محمر ومطحون، 150 غرام ديال السكر سنيدة، 150 غرام ديال الزنجلان تا هو محمر ومطحون، وغادي نحتاجو الشكلاط تقريبا واحد 200 غرام مذوبة، غنحتاجو 50 غرام ديال الزبدة، الزبدة من الأفضل أنها تكون حيوانية، وغنحتاجو 50 غرام ديال ماء الزهر. 50 غرام هي 50 مليليتر، هي 5 سنتيلتر. اذا اول حاجه غنبداو بها غادي نذوبوا الزبده مع ماء الزهر، مع ماء الزهر، ونخليهم يذوبوا. يبداو يذوبوا، غادي نزيد ليهم السكر ونخلط مزيان. من بعد ما ذاب حتى السكر كما كتشوفوا، كتلقاو السكر حتى هو ذاب مزيان، غادي نبدا نضيف هذوك النواشف. كما قلنا اللوز محمر ومطحون، غادي نضيف 150 غرام، ونبدا نحرك هذا الشيء مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم مزيان. كنبقاو نحركوهم بحال هكا فوق العافيه واحد الشويه بين ما نشفو وشربو هذاك الماء مزيان. من بعد ما كتشوفو كيما كتشوفو بزاف كيتحيد من الصينيه بحال هكا كينشف، غادي نزيد نحرك غير واحد الشويه صافي، وغنطفي عليه العافيه. غادي نكبر الخليط الزليفه ونخليه يبرد حتى كيبرد في مره، يعني بارد تماما. هنا البنات من بعد ما برد لي هذا الخليط، عندي اختيار من جوج، اما نخدمه بحال هكا كما اشكال عاديه الا ما عندكمش مثلا هاد المولات ديال السيليكون، ولا مثلا بحال هاد الشكل هكا، او نقادو بحال هكا ونسرحو بحال هاد الشكل. المهم كتختاروا الشكل اللي بغيتو. انا عندي هاد المول هذا السيليكون، غادي نخدم فيه باش يبقى لي الشكل المقاد، في نفس الوقت كنربح الوقت. اذا غادي نعمر، غادي نعمر الخليط هنا. وغادي ندخلها للمجمد، الاحسن المجمد، تقريبا واحد المده ديال ربع ساعه باش تقبط راسها مزيان، باش فاش نبغيو نزينوها تجينا مزيانه في التزيين. من بعد ما خرجتها من المجمد غادي نبدا نديمو ليها بحال هذا الشكل، كنحصلوا على شكل بحال هكا. حيدلو شويه هاد
نبدا ناخذ الشوكولا ونكبو بحال هكا فوق من هذا، نحركو مزيان باش تهبط. ونزلو بهاد الوريقه بحال هكا، نعاودو العمليه. وهذه هي الحلوه من بعد ما بردات، كنكون حيدت لها شويه دوك الجنيبات اللي كيجيو، وغادي ندير كيف ما العاده هاد الشوكولا دايب في شويه ديال الفيلم اليمونتير، وغادي نحاول ندير غير زويقه صغيره هنا الفوق. غادي نبدا ندير شيشة ديال اللوز من الفوق. هاد اللوز هذا مقلي، اللي عندكم بغيتو تزينو بيه زينو بيه، ماشي شرط، يعني باش ما بغيتو تزينو زينو. والحليوة ها هي، انا غادي نقدمها. الحلوة ديالي هي وجدات، كتوجد بسرعة في وقت قياسي وبطريقة بسيطة وسهلة. كنتمنى أنها تكون عجبتكم وجاتكم حسنتم وسهلة وطبقوها. وغنتسنى دائما تطبيقاتكم اللي كتصيفطوا ليا سواء على الانستغرام أو على الفيسبوك. وشكرا لكم على ثقتكم، وشكرا بزاف بزاف على دعمكم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع صحابكم إلى عجبكم، وخليوا لي لايك وتعليق، وفعلوا الجرس إذا ما كانش مفعل، أو حيدوا عاودوا الضوء باش يبقى يوصلكم دائما الجديد.
وشكرا لكم مره اخرى، ونخليكم مع الكواليس ونقول لكم مع السلامه الى اللقاء في وصفه جديده. دابا غادي ندوز للعمليه ديال التزيين. غادي ناخذ هاد قد لكم هاد الشيء باش تشوفوه. شرا كنشوفو غير انا دابا.